أي. واليوم هنا جينا للمروج. في العادة راف نختار أنا يبداو الناس قليل، اليوم عدد رهيب، عدد ما يتصدقش، عدد رهيب. حاجة ما ثماش. أي شو باش نعملوا في الاختيار من تارق؟ أنا في العادة راف نقول لك نختار شكون عنده ليكا موبيل، اليوم برشا جاو، عملت برشا لهم عندهم ليكا موبيل، عملت لهم دي كاركتريستيك، عملت لهم أسئلة، الراف ماك قداش من موسم جاوبوا بالصحيح، شكون عنده ليكا موبيل الكلهم عندهم، شكون عنده صغار أولاد وبنات الكل عنده. بعد قلت أنا باش نسمي ثلاثة أسماء للراف وهو تيخطأ. ليه عاد صعبت عليا كيك في الاختيار؟ لا نعرف شوف أي صدفة. بربر معانا الحاج، هو معانا الحاج، اي خلي الحاج يختار، اي على البركه برا، خلي الحاج يختار، اي كبير القاعده. عندنا يا سيدي الاسم الاول زينب الثاني ايمان والثالث اسماء زينب وايمان. شكون تختار برنس باش يلعب معانا؟ زينب اختار زينب. يلا شوفوا زينب، شكون زينب؟ زينب مرحبا مدام زينب. هاي يلا مدام زينب، شوف الصدفه الحاج اختار الحاجه والاخرين شدات القلب. اعطينا الكاسك، اعطينا نحكيو مع الحاجه. حاجه صباح النور يا حاجه. صباح النور عايش. شنو حوالك يا حاجه؟ لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. الشده بخير عايش. الحمد لله. شنو اللي قيمك بكري واش مهبطك بحذا البوز تاع حاج؟ والله عندي باتيسوري نخدم فيها، نمشي 8 نروح هذه ساعه نخدم على اولادي. تخدم 8 الماضي ساعة في باتيسيري؟ الله المستعان. قداش عمرك يا حاجة؟ 53. ربي يشد لك في صحيحتك ان شاء الله، ربي يشد لك في صحيحتك ويعطيك القوة. باهي يا حاجة، خلنا نمشيو ان شاء الله للربح على الصباح. السؤال يقول نجم ناخذ بوس ليكا موبيل ولا نعملوا ريشارج في البيروات نتاع البوستة؟ نعم والا لا، صحيح ولا غلط؟ صحيح. النجم ناخذ بوس ليكا موبيل ولا نعملوا ريشارج في البيرو نتاع البوستا؟ الحاجة تقول صحيح. حاجة زينب مبروك عليك 200 دينار من هدا ليك. مبروك عليك 200 دينار. ربي يعيشك. ربي يعطيك الصحة ان شاء الله ويقويك. ربي يعطيك ما تتمنى يا حاجة. مبروك عليك بونداشاب قيمة 200 دينار من هدا ليكا موبيل. نسلموا على صديقنا تارق. تروخ نهارك زين، الى اللقاء. راف تقابلوا غدوه في بوستة جديده ان شاء الله، غدوه ان شاء الله في موعد جديد متجدد مع ليكا موبيل. 200 دينار بوندا شال الربح يوميا من اهداء ليكا موبيل. ليكا موبيل تهنيك على العزيز عليك. البوكس نيوز صندوق الاخبار تسويت السندريلا. يلا بوكس نيوز. مرحبا، باش نبدا بغريبه صارت نهار الجمعه 28 ماي وحكيو عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وين تم ضبط سلاح ناري نوع كلاشنيكوف في حقيبه ادباش تابعه لمسافره تحمل جنسيه دوله مغاربيه، كانت جايه من دوله افريقيه عبر مطار تونس قرطاج، وكانت مرفوقه بوالدتها. الخبر هذا ثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي قال ما تخافوش من بعد الدوله والمسؤولين يقولوا هذيك لعبة كما عملوا مع البلجيكيين. فما اللي قال ذيش مازال مراد جبنا في الكلاشنيكوف وين باش نوصلوا في تونس. تعليق آخر يقول لازم يتحل تحقيق ونفهموا المرأة هذه وين منين جاية وعلاش جاية وشنية جاية تعمل، ونوفى بالتعليق هذي وعلاش تخرجوا فيه الخبر من أصله، اخدمتوا في كامل السرية باش هكاكا ما يفيق بها حتى حد وما تصيرش تدخلات. تعليق مراد صادم الخبر. صادم ومش مش في التقاليد نتاع تهريب الاسلحه، لانه اللي باش يجيب ما يجيبش كعبه كلاشنيكوف، يجيب 200 30 في بابور وما يدخلهاش هكا، يجيب كعبه ما عندهاش في وثنائي نسائي اون بلوس، معناها امراه وامها ماهوش عادي. فما غرابه صعيب تعلق عليه، خاطر اكيد فما خلفيه، فما حكايه صعيب. لكن من تعلق عليه شنو هي خدمتك معناتها؟ تو بدلك الاخبار، تبدل الاخبار، تو يقول لك عائله جابت 20 كلاشينكوف في بابول. الاخبار تاعها معناها انا اسيء الاختيار. لا بالعكس، معناتها اخبار العباد الكل علقت عليه وما قداش من الكومنتير 1000 كومنتيرات يجي يقول والله صعيب نعلق على الاخبار. مزيد مش هكا، انا حطيته في اطاره لكن ما علقتش عليه. يسمك تعلق عليه. إيه هني هو ما في ما تعلق الأخبار. كلاشنيكوف مرام دخلته عن طريق المطار. تعليق سونيا. ليش؟ كل شيء شفناه في بلوس. كل شيء شفناه. بيزار. حاجة بيزار ومش ذكية ياسر، مش ما نستعملش
عبارات ينجموا يسطوا بيما شويه الامراء تخلى في المطار. انت هكا ما استعملتش صادم معناها. عندها واحده ثم ما عادش تحكوا فيها السنيرة وفي انتظار ان شاء الله كلام اخر من هنا للاخر. شنو رينا كل شيء في العشر سنين هذايا رسائل برهان معناتها شنو النظام السابق ما ريت فيه شيء ما ريتش العباد تعذبت بربي ينقص. برهان كان يبدا شدد البرجي في المطار تعداش سلاح تعداش مخدرات تعدا كل شيء سياتو 24 ساعة كان يسعى للبلاد سياتو عنده لي كاميرات ديريكت على المطار كل فيلي جاي يطلع عليها شوف شنو اللي فيها. هذا في علاقة بالكلاشنيكوف. مازالة الأخبار نمشيو للأخبار أخبار مع صديقتنا سالمة هلال. شو الأخبار الثانية باش نحكيو فيها سندريلا؟ كمال المغربي كمال المغربي هات الأخبار بتاع كمال في انتظار تجيب واحدة سالمة هلال. يلا كمال المغربي المشعوذ اللي عرفناه بالريد تي تفكروا زيد ما كي غاب علينا تو مدة على الفيسبوك إذا بيه تخرجنا فيديو فيه كمال المغربي فيه هستيريا كبيرة في القبابة خلينا نشوفوها علاش. كمال المغرب قاعد يتحدث في لغة غريبة عجيبة منيش باش نفهموها بالطبيعة ما هو الخلاصة متقلق ومتغشش واعترف عن قرار الإدارة حول الضرائب. برشا تعليق جيت عملوا تاكساسيون من نوع ياخي تحب تدخل الفلوس هكا أو ما لازمك تدفع الضرائب. فما اللي قال أنا ما فهمتش كيفاش المشعوذين من أصله يخدموا وياخذوا عليهم الضرائب من فوق. فما اللي قال توا فهمت علاش مخلين المشعوذين والسحرة يخدموا في تونس على خاطر يربحوا منهم في الفلوس هكا تدخل للدولة وهما ربحين. ونوفى بالتعليق هذا كي انت مشعوذ وسحار وعندك جنون تخدم فيك خليها تسلك هيلك. نحكيو على كمال المغربي بعد ان نسمعوا الاخبار مع سالمة هلال اي اف ام اكسبريس مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو على الراف ما. يلا موصلين معاكم في الراف ماج موصلين بالبوكس نيوز كنا نشوفوا في الفيديو اللي مغشش فيها سي كمال المغربي على عوين في القبادة هكا ويتهم فيهم بال يحبوا الرشوه وغيره وكذا. تعليق نصور كان جاي حاتم بالحاج مازال شوف لي حره وعمل سيكوز هكا جنت العرافه في قباضه ولا حاجه. اما انا نحب نعلق يا رفيق فما صور بلا قناع كمال المغربي في داره كيفاش بالباب رفيق اسمك ترى العباد راه كيفاش تسدارك بيه معناتها ما نلومش هو انا نلوم العباد راه هكا بتبابزهم وسيكوريتي عنده باتين بها معناها هو عنده باتين ده ما نعرفش ني التيتر اللي محطوط على الباتين ده ربما مداوات بالاعشاب ولا حاجه من هالنوع فهمت. المفيد انا نلقاو الحل في تونس مو ديما نلقاو حلول ملتويه باش الناس هذوما اللي هما يصوروا برشا فلوس يخلصوا اداءات من المفروض هو توقف في وقت من يبدو لي انه توقف خاطر من المفروض ان يتقم محاكمته من اجل الشعوذه اللي هي جريمه يعاقب عليها القانون. السيد هذا عنده باتيندا يخلص اداءات نتفكر تعملت له تاكساسيون بملايين الدينارات في وقت من الاوقات هو ربما فهم انه باش يخلص مره برك راو كي تبدا عندك مداخيل نتاع فلوس ديما راك ديما تخلص عليهم دونك اكيد عملوا له تاكساسيون يحسبوا قداش تقريبا يدخل في النهار قداش يدخل في الشهر وعملوا له تاكساسيون ما عجبتوش. بعيد على الامور هذه نتاع قداش باش يدفع انه السيد هذا اللي شفناه حاش الناس اللي تسمع معنا ياخذ بالريد ويبزق على العباد والعباد وراه تستباخت بالشيء هذا لوم العباد انه يقعد ليكزيرس ويقعد يخدم في دوله هذا ويخلص امبو ويخلص ما يطرحش اشكال هذا مورال يطرح اشكال كبير برشا ما عادش مشكلتي انا قد باش يخلص انه يخدم اصلا ومعترف به هو خرج ما عادش تحكم عليه والا لا نتكلم تحت مظله سونيا المجله الجزائيه فيها فيها الشعوذه والفم كلمه اخرى تو خرجت هرت على بالي اما معناها السيد هذا نجم اي نجم يتحاكم هو وقعت محاكمته من بعد وقال افرج عليه ما نعرفش هل انه صدر ضده حكم هل انه وقع اسعافه بتاجيل تنفيذ المفيد انه في وقت من الاوقات نتذكر مره ساعه خرج رقم ما اللي خلصوا هو للدولة رقم كبير برشا تفهم انت قداش السيد يدخل وقداش مدكلاري اصلا نعرفوا العباد جينيرالمون ديكلاري حاجه ودخل حاجه نفهموا انه يعمل في دي شيفر كبار بريس. اما انه اللي شفناه هذاك يتواصل والدوله تعترف به ما عرفتش شو كل تيتر معناها
هكا فما امنيين امنيين ينظموا في حركه المرور قدام دار السيد هذايا انت المان فما عبيد لوم العباد اللي تمشي له رفيق نعاود نقولوا لا لا ما نلومش نلوم الدوله شنو في العباد اللي تمشي له كيف فما عباد كيف فما عباد سذج كيف فما عباد تصدق كيف فما نلوم الدوله بيان سور الدوله تخلي واحد يبيع في الكوكايين اللوم اللي يشتري الكوكايين سامحني انت عندك قناه عندك قناه تلفزيه ما تعدي كان الاشهار هذايا عراف ها العراف الفلاني ودرا شنو المداويات بندرا شنو اكثر من اكبر طبيب في العالم يداوي الامراض الكل وعندك قناه قاعده تسوق للشيء هذايا واللي نلاحظوا زاده وقت اللي نعديه في برامج مثلا برامج سيريو كيما الحقائق الاربعه ولا حاجه واحد يدعي وباش ندوا بالشيء هذايا العبيد يتصلوا يحبوا على نمروه يحبوا على الكونتاكت نتاعو معناها النتيجه تكون عكسيه شو ديما كل ما هو في علاقه بحاله الوعي نتاع الشعب راهو ياخذ برشا وقت دونك ما نحبش نحكي فيه خاطر لا انت لا انا لا مراد لحتى حد ما بش ينجم يبدل حاله الوعي نتاع الشعب اللي يهمني الدوله هي تنجم تنقص تو الدوله كانت تشد اليوم كل عراف باش يلقاو العباد عرافين يمشيو لهم انت ما باش تولي وحده بالسرقه ولا زوز يونكور اما دام الشيء مسيب وقنوات تلفزيه تتسوق لهم واحد يبزق على العباد والعباد بصف والحاكم ينظم في السير المرور واليوم عنده باتين دا ويخلص في قباضه مش عارف وصوم ما نجمش له مع الشعب له مع الدوله اللي مسيبها خلينا نسكر سوني مع شوف راهو عراف ربما يدخل تحت مسمى الاسترولوج الاسترولوج معناها علم الفلك اللي هو علم ربما اما هذوما الناس يدعيوا انهم يداويوا يداويوا سي تري تري غاف ويسرحوا سي تري غاف فهمت كله يحكم على بعضه يدخل غادي درجه الخطوره اقل شويه لانه كله يهز راهو الغادي هما اللي يبدا سحار اللي يبدا سحار ويذر في العباد مش يكتب لك سحار يكتب عراف واللي يبدا يعمل كذا يكتب عراف وكلها دس في عراف روحاني وبالقران وغيره وكل واحد شنو هو النشاطات نتاعو يلا الاخبار المويه اللي سندر الله انا باش نحكيكم على فيجعه كبيره صارت في الزهروني نهار الاحد 30 مي وين صار حادث أليم راح ضحيته طفل في عمر العامين. الحكاية تقول انه الوالدة متاحهم ولدة الضحية سكرت على صغارها الزوز اللي عمارهم واحد عمره عامين والاخر 4 سنين في الدار ومشيت لسوق الزهروني في الأثناء صار حريق في المنزل وما عرفوش الأسباب متاعو لليوم والجيران الحمد لله نجموا يكسروا الباب ومنعوا الولايد الكبير لكن الولايد الصغير على غالب لقاوه متوفي وقاوه زيدة مربوط في البوسيت دونك ما نجمش حتى يتحرك برشا تفاعل من عند التوينسة اللي قالوا الأم كيفاش باش تعيش اليوم بالذنب بذنب صغيرة فما اللي قال علاش ولدها كيك صغير رابطته وعلاش تخلي فيه من أصله وحدهم صغار في الدار فما اللي قال في تونس الوالدين ما فهمتش شنية العقلية متاحهم هاو خليوا صغارهم في كرهبة هاو خليوا صغارهم في دار ويخرجوا ويمشيوا على رواحهم تعليق آخر يقول في البلدان اللي تحترم نفسها تلقى قانون يجرم الأفعال كما هذية حتى كي يلقاو كلب محصور في كرهبة والله يصعب التعليق على هالنوع متاع الأخبار بشلوم شكون ممكن بدتها راهي تحرقت معناها البارح إذا كان ما ماتتش باش تعد حياتها كل ميتة بالحياة بعد الحادثة اللي صارت تعليق حاج ما نعرفش نقول ربي سمحني أنا عشتها الظروف هذه شو علاش صغيرون موجود في البوسات ولم ما عندها حتى حل آخر تربطوا ما بكسبتها تاع البوسات تربطوا تقول هي خرجت علاش ما هزتهاش معاها فما ظروف سيسور ما خرجت وخليته في الدار وفي بالها بروحها وربما بتعمل تك تك وترجع في سافيسة شوف قضاء وقدر ما نجموش نبيعوا ونشريوا مع ربي سبحانه وتعالى بيسير. هذا قضاء وقدر اللي توفى الله يرحمه وينعمه صغيرون مسكين ما رام الدنيا شيء وكل ميمة راهو القلب متاعها توا وكبدتها يعلم بيهم كان ربي هو قضاء وقدر اما زيادة ما نجمش نحط ولدي ونربطه ونخرج ونقول ما فما حتى شيء خليك تخرج ما نخرج شفم شو اللي فهم اعطيني شو ينجم يكون ابتدال نخرج بولادي نخرج باي معناها نمشي معك لاتعس الحاله شو ينجم يكون ضروري خليني نربط ولدي ونخرج ساعة القضاء لها غفلة اوكي واحد كي يخرج نجم تصير حريقة ما جو سي با يسيدي يتخنق بريقه يشرق بالريق نتاعو يموت سير بلاس كلنا عندنا صغار ونعرفوا صغار ينجم بالريق نتاعو يشرق يبان انت كي تخليه غادي على شنو ناوي ربي يهدي ولي بارول اللي يسمعوا فينا معناها ردوا بالكم اللي يخلي ولده ولا بنته عمرك ما تخلي صغار وحدهم في دار مهما كان
ما تعرفش عليه يلعب بريكية ساعات تقول 30 ثانية هذه في بالها متهنية ربطته هاي سيدي هاو بنعرف شنو اللي صار ماس ولا كذا ربي يرحمه هو عصفور جنة طفل إن شاء الله وربي يصبر الميم توكيها هو ربي يرحمه طفل لكن يلزمنا نتعظوا منهم الحاجات كي ناكي زاد فما ثقافة عند الأولياء وخاصة الأمهات إنه فما الناس راي تربط صغيرها بحبل وتربطه في 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 فرش ولا في واحد باش تمشي تخرج تقري قضيتها هاكا ردوا بالكم راهم لي زاكسيدون هذوما ينجم يصيروا على أي إنسان خاطر كل واحد يعتقد إنه راهو هذيك حاجة ظرفية ينجم باش يحمي صغير ولا بالعكس يا خويا راهو استحفظ على صغيرك عطيه لجارتك عطيه لحبيبتك حاول أخوي كان حاجة مش رجون ما تقضيهاش هيك تشوف عسير علاش نمشيو لبعيد البارح حادثة تشبه شوية صارت في النصر مرأة هبطت من الكرهبة وخليت بنتها عمرها ذولي 4 و 5 ans في وسط الكرهبة والناس المهم كله صعادي معناها وقفت الكرهبة متاحة بعد احنا فهمنا الحادثة الطفلة ومشيت باش تدخل البوتيك ما نعرفش شنو باش تشري معناها الطفلة عمك هزت الفرامة وتهبط الكرهبة في وسط الكياس والناس جاية والتزمير من ألطف الله الأم خلطت في الكرهبة تبلانجيت من الشباك خلت شباك محلول باش هزت الفرامة كانت تكون كارثة معناها كوسوسوا مادية ولا كوسوسوا على الطفلة معناها هبا صارت هذه البارح من هذه خلت بنتها في وسط كذا المرأة ما عادش تنجم تسوق بعد راسها على الفولون تبكي داخة ولكن زيد فما حاجات يا خويا ما تعملش معك بنتك باش تهبط تشري سيجاره اهبط انت وياه وكه ويرى نمشيو للاخبار الاخير ونكملوا معك البوكس نيوز سندريلا ليش عنه شنوفا بحاتم بالحاج اللي مع زينب مع الناس صرح وقال انه التلفزه الوطنيه حقت مرابيح وصلت يا سونيا 50 مليون دينار بفضل شوف لي حل وشوف لي حل اللي اليوم قاعد يتعاود مدة سنوات والناس تتفرج فيه ويعمل في نسب مشاهدة عالية واللي بيوب قاعدة تدخل بفضل شوف لي حل برشا توينسا علقوا على خبر ذي رفيق اللي قال لليوم من يشفهم شنية السر اللي وراه شوف لي حل كأنه ينوم فينا نبدأ نتفرجوا فيه نتفرجوا في حلقة ونعود ونتفرجوا فيها وإحنا نضحكوا مرة أخرى تعليق آخر يقول التلفزة الوطنية قمة في الاستغلال يعني دخلت 50 مليون دينار وما حبتش تنفع الممثلين اللي خدموا شوف لي حل واللي بفضلهم اليوم هي دخل الفلوس تعليق آخر يقول والله ملينا كلينا ما هالحكاية كل مرة يخرجونا يقولنا شوف لي حل يدخل في الفلوس ولكن التلفزة الوطنية ما هيش قاعدة تتحرك ونوفى بالتعليق هذا والله كي نسمع وضعية فنانين وممثلين شاركوا في شوف لي حل قاعدين يعيشوا في وضعية صعيبة ونقول التلفزة الوطنية وينها من هذا الكل 50 مليار دخلتهم التلفزة الوطنية من شوف لي حل المليار وتفاعلات التوانسة والممثلين علاش الممثلين والعروض أكثر مرة تعدى العمل علاش ما ياخذوش فلوس ما نعرفش تعليق أنت ما عندكش عقد يعطيك حق في هذايا علاش أنا كتلفزة وطنية باش نجي نعطي فلوس ونعمل في الخير أنا حتى التلفزة الوطنية لا غير وطنية كانت تعملها معناها القانون لا يحمي المغفلين ما نحبش نقول مغفلين لا مغفلين لا انت في الكونترا نتاعك في عباره قانونيه مش عباره في العباره المستعمله صحيح انا معك انا الرقم مانيش متاكد منه خاطر على ما نعرف التلفزه الوطنيه ما تبيعش غالي السبوت نتاع الوطنيه 2 مقارنه بالشبكات الاخرى معناها على العموم التلفزه الوطنيه على مستوى سنوات وما دخلوا مش قالك في شهر ولا هو شوف لي حل 2006 ذكرش انا قاعده معنا في 15 سنه 50 مليار يبدو لي برشا انا مونافي المبلغ اقل من هكا اقل من هكا برشا مش مهم المبلغ قديش نقشوا في المبدا احنا نتاع تستغل العمل 50 مره او 20 سنه انا اللي مش مش الممثلين ما دام في العقد مش موجود ما يقلقنيش نقول فلوس وين مشيت لا وين مشيت اول حاجه في الاستوديوات وينهم تو بعد نحكي تعرف علاش ودير ترانزيسيون اليوم عيد ميلاد التلفزة الوطنية ما انا مانيش نحل مشكلة الوطنية توين مشيت الفلوس عنده هياك وحاسبات الدور تشوف ال 50 مليار اعطيني الممثلين مثلا مش هذه المشكلة عمل كيما زياد سيد الريم وانت دور المال تلقت فيه ما خلصتش عليه قدام مرة تعاود ما خلصتش عليه علاش يعطيو الفتح الهدايا وانت ما خلصتش عليه جبلة ما خلصتش عليه جبلة وتوا هذاك ربي يرحم نجيب عيال الله يرحمه وينام وعلاش ما خلصتش عليه غموا علي اقسم بالله خدمت جمعه غم عينين وتحيس الكشبات يا عرفت كل مدير الانتاج راجل كبير رفيق ويلعبها معاك هو ابوك والاخ وذولي بعد سمعوا بيه والطرق مكي وقت مزلت قبل الثوره قبل الثوره هكا اما ليه بالحق تو رفيق علاه ما نخلصوش احنا في الرقمك علاش قاعد تهرب مني عطيت فيه الدور حسيت هكا لعبت برشا تجربه باهي برشا سيد اللي معايا سنه كاسوش كون ما تطلع في الراديو ليه نوزر 200 جرام كنت قزوينه اللي فيه 200 جرام والله احسن
خو سنه كسوس انت وقف خو لا صورنا في حي ابن خلدون معناها فتحي لدي وسحب لك اختك ريت ريت انت خرجت فيك توا باب الخضرة والفازين ودي عليهم هو رسالة هذيك رسالة تحية العام فتح تحية العام فتح واسمع رفيق نحن الرفماق علاش ما يخلصوناش كنت عاودوا في الليل برجولي رديف عندي الجواب ويسني شوف اللي صار صار على خاطر وقت اللي كانت تعمل العقود انا ذاك وحتى وحتى التو ليه مش ما مش حتى ما يعرفش اللي هو باش ينجح الممثل كان مضروب على يديه مضروب على يديه ما صدق ربي عيطوا له في دور في رمضان ما يصدق ربي اليوم يلزم حاله وعي لدى الجميع الممثلين كل يا خويا يا نخدم بردي مش لازم نخدم صعيبة هي بالحق أما كي تعدى موت باس عند الناس الكل شوف راني كشيم تاعي طن راني تزيد تعطيني في كل رجيف مستحيل علي مش مستحيلة ما نجمش أنا وياك نتفاهم وقت اللي أنت تدخل في 200 مليون في العام وأنا جيعان في كرشي مانيش نسمع مبادئ أنا يمدي 5 ملايين باش نخدم أكا هاو هذيك هي دونك بعد ما نتبكاوش بعد ما نتبكاوش يلزم راني فاهمة هذه الانترو اللي أنا عملتها الانترو اللي أنا عملتها هي هذه راهو الممثل مضروب على يديه راهو يبدا يستنى يعيطوا له الدور راهو دور أما توا البرودكسيون وكأني قاعدة تزيد برودكسيون كأني قاعدة تزيد توا قاعدين نشوفوا اللي في رمضان قداش من مسلسل بدينا ندخلوا بشوية بشوية حكاية السيت كوم اللي في وسط العام باش نوليو نشوفوا مسلسلات في وسط العام إن شاء الله تتغير العقلية ويولي يولي الممثل زادة يمشي أنا فما ممثلين دون لو طون جاوني ونصحتهم بنصيحة شنو اللي يعملوا ولليوم يشكروا فيا يا خويا خذ محامي نيغوسي مع وصلت الفكره سنيه شركه الانتاج ولا صديق ليسنا فينا راجع في نقطه خارجيه من سيدي حسين توت سويت شيل في باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه شيل في باور سوبر سان بلون اي غازوال سان سوفر اي لو برودوي دو لاني للعام الثاني على التوالي سيدي حسين حي الطيران معنا صديقنا راجع راجع صباح النور صباح الانوار رفيق اهلا وسهلا ومرحبا بكم اللي رفنا قر الكل كما قلت في سيدي حسين حي طيران خويا اليوم شال تربح لك اليوم تاعها بون داشا هو بون تاع ولا كما قاعد تشوف لهنا واضح سي بون سندس بون داشا دونك فيدونج بقيمة 100 دينار فيدونج بقيمة 100 دينار من اهدا شيل في باور دونك راجع صديقنا متوجه توا في سيدي حسين في المحطة نتاع شيل حي الطيران شكون اخترت باش يلعب معنا راجع شكون اخترت باش يربح معنا والله كاكسيون دو سنسيبيليزاسيون اخترت عبد لابس بافيت هما هما برشا لابسين بافيت دونك قاعدين نلوجوا على شكون لابس بافيت كان لقينا كوبليجا سنسيت الحمد لله الحبل السري ممتد الحمد لله امبار نجمو نتحركوا والله نسمع عليهم طول السلام عليكم ذكيه صباح الانوار خونا البي لبس عليك صحاب خير مدام شنو الامور وين الكريه بالساعه هذه في الدور انا وقتاش الفيدونج نتاع هذيك والله اليوم هذا سبحان الله توفيق من عند ربي مظهر صديقنا سبحان الله عايز تدخل معنا في الديريكت مع رفيق بوشناق تو سويت ها يسالك سؤال وتربح بيدون تقول واضح بيدون اذا عطينا القوزه يلا نتعرفوا عليه اجا كوتريت اخو راح تراجع اجا وجهت الخيط ظروف المباشر عبد الرزاق عندك شمبوبه عندك شي كذا يلا يلا ايه بالحق ما يعلم بيه ربي في ستاسيون شاب بلاتو عندك باه باش نمد لك الكيت نتاعي ومن بعد رجع لي العدامة لازم نعقمه فهم عندها إمكانيات رفيق الكيت نعقموها في انتظار نعقموها يلا سيدي تحصل على الكاسك يلا نتعرف عليك صباح الأنوار مرحبا يا رفيق مرحبا نتشال شكون معنا مخلص شو الاسم سمحني مخلص مخلص اي يا باهي مرحبا سي مخلص فيديل وانت فيديل في الدنيا لاباس لاباس باهي مخلص اختارك صديقنا راجع لانك واحد من شويه موجودين في الكيوسك لابسين بافيت دونك البافيت هي اللي باش تمكنك ان شاء الله باش تربح معنا والسؤال يقول قداش من عام على التوالي تم اختيار زيت شاليل اكس برودوي دو لاني من قبل المستهلكين التوانسه قداش من مرة تم اختيار زيت شاليل اكس برودوي دو لاني من قبل المستهلكين التوانسة أربع سنين ورا بعضهم خمسة سنين ورا بعضهم وإلا ستة سنين ورا بعضهم
ركز. في بالي 6 سنين. عندك شهر. المعلومة في بالك هكا. اي نورمالمون خاطر نسمع انا كل صباح الراديو يا فهم ونتبع. عندك المعلومة 6 سنين وين زياد؟ ما قلناش عليها وين نتبع بربي وقتها سمعت. قلنا بيبي. لا يا بدرس كل يوم نسمع في فهم ونتبع. يسمع قالك يسمع ويسمع ويعرف. صديقي من غير لا نطولوا عليك مبروك عليك بونداشاب قيمة 100 دينار. سامحني قاعد نقول بونداشاب مبروك عليك بون تاع فيدونج بقيمة 100 دينار من اهداء شالي ليك. نسلموا عليك مخلص كان تحب تعمل ديديكاس للناس اللي تسمع فيك وتتفرج فيك قاعدة. الله يرحم السلام على خفيف يا الحاج هاي بحبيه. ربي يفضلها لك. وقتاش العرس يا مخلص؟ وقت العرس؟ 8 اكتوبر ان شاء الله. عن قريب ان شاء الله مازالوا 4-5 اشهر ان شاء الله كيكا ربي يسهل. خلطنا عليه كل شيء في القريب يا ربي. ديتونج اليوم العرس في اكتوبر. ظروف باهية يا مخلص. ربي يهني ربي يهني يا مخلص. سلموا عليك برشا صديقي مبروك عليك بوم تاع فيدونج قيمة 100 دينار من اهداء شالي ليكس. مشكور راجح غدا موعدنا ان شاء الله في ستاسيون اخرى من شال. يلا سلموا عليك كان هذا الجو شال في باور ربح معنا صديقنا بون دو فيدونج من اهداء شالي ليكس. شال في باور لو كاربورون بريميوم اللي يعطي الموتور كهربتك اكثر نجاعه وفاعليه. شال في باور سوبر سون بلون اي غازوال سون سوفر اي لو برودوي دو لاني للعام الثاني على التوالي. بعد الفاصل موعدنا يكون مع الكويز وقعدوا معنا ما تبعدوش. راف ماج مع رفيق بوشناق على اي اف ام احلى راديو. 8:54 تو سويت الاختبار تو سويت الكويز. الكويز يلا سيدي نبداو بالرقم الاول ماهوش من تونس من العالم. 1.1 مليار شخص. مليار و100 مليون شخص في العالم اش بهم؟ شنو النقطه اللي تجمعهم في علاقه بالصحه؟ في علاقه بالصحه بدنا العبد شنو الحاجه اللي تجمعهم؟ سلوك غير صحي خليني نقوله برنسة. ذوما اللي ياكلوا برشا وسل عندهم السمنة. مليار ومئة مليون. ومئة مليون مرضى بالسمنة خاصة في أمريكا. زياد مدمنين على الكحول. ناس سمنة. مليار ومئة مليون شخص شنو الحاجة اللي تجمعهم وما هيش صحية؟ مراد سوربوا سمنة. سونيا سو لي ريزو سوسيو. شو معنى؟ معناها مدمنين على التليفون. مدمنين على الـ على شبكة التواصل الاجتماعي. اخر دراسه تؤكد اليوم سندريلا سامحني انا نقول ياكلوا معناها لي فاست فود. اخر الدراسات تؤكد انه مليار و100 مليون شخص في العالم اكثر الدول بحساب النسبة هي الصين الهند اندونيسيا تركيا والفيتنام فيهم الظاهرة هذه. مليار ومئة مليون شخص مدمن على التدخين. بالنسبة للي رف ماجور الرقم مفزع وفي علاقة بالتداعيات متاع الادمان على التدخين. كي تقرأ الأرقام والدول والعالم قداش يصرف في فلوس بشي دواء وغيره كذا تشوف معناها ظاهرة غير عادية من قد تقضي على الإنسان وعلى البشر من عام الآخر. ولكن رغم ذي الأرقام أحسن حاجة تعملوها الأرقام في الزيت في أقرب وقت للي يسمعوا فيه. يلا السؤال الثاني كيم يونغ أون. أوكي بيبي كيم يونغ أون مراد ما يتكيفش دونك ما يعرفش معناها كل الفور. أنا ضد التدخين مبدئيا وداعشي ضد التدخين. أنا نعرف التدخين وبطلت. كيم يونغ أون كيم يونغ أون رئيس كوريا الشمالية أعدم راجل اعدام علني مؤخرا. اخر واحد تم اعدامه في كوريا الشمالية هو تاجر. حسب رايكم شو عمل التاجر هذا؟ عدمو في علاقة به مباشرة ولا عمل عملة بعيدة عليه؟ لا مش في علاقة به. لا حد ما ينوز يخلط يعمل بيه. لا فما شكون غزر له على جنب يا اخي برنس قالك فمش منه ذاك كله برنس يقول لي فطنو بيه يسرق بالميزان. لا مراد فطنو بيه يحتكر في مواد غذائية مهمة. ناصر
كيف كيف كيما قال مراد انه البرودوي ماذا محتكره محتكر البرودوي زياد. انا نمشي مع الحاج يسرق في الميزان صحيت يغش غلة يمكن في غلة تجر او تجري بيها حتى كراها بيبيع غلة في الفلوس غلة في الفلوس غلة سونيا كي كمان المغربي خبى جنب من المداخيل نتاعو ماهوش هذا اسمه مليح الجرم. تعرفوا العلاقات مع كوريا الجنوبية شنو تمثل بالنسبة لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الحاكم غادي في كوريا الشمالية وزعيمه المفدى صديق برهان كيم يونغ أون. كيم جونغ أون أعدم هذا الرجل لأنه القاه في الحانوت متاعه يبيع سيديات فيهم أفلام وموسيقى جاية من كوريا الجنوبية. هو العمل اللي يعمل فيه براس والديك عدموه عندهم قناة واحدة خاطر قناة كوريا الشمالية من الصباح لليل لفيلم تاع عسكر الرئيسي يمشي خطابات غيره كذا دونك والله مساكن ما يعرفوش معناها ام بي ما يعرفوش باسكيت مرة صور معه في تيفام ما يعرفوش حاجات بديهية راه مراد معناها ما تصدقش المخ شو من الحاجات ما يعرفوهمش عن العالم ابار ابار ما يعرفش معناها باسكيت ما يعرفش كذا مقطوعين عن العالم وتم إعدام هذا الشخص والسبب هو هل كنت تحكي في سيديات موسيقية فما راهو جزء من البروباغندا ضد كوريا الشمالية لا بيان سور وفما هو بيدو يسوق النظام وهذا ولكن في علاقة بخصوم سياسيين في علاقة بعليلته وغيره هذا تاجر ما عندوش لاش يربح منه هو لاش يربح منه جريمة خطيرة بالنسبة للنظام هذاك خطيرة على خاطر باش تدخل السموم ما يعتبروهم سموم في وسط المجتمع يلا أخبار الطقس نكتفي بهذا هذا القدر نرجع لكم بعد الاخبار مكملين معاكم للتسعة ونص ما تبعدوا الشام ورا ما تامنش بك اللي هاني باش نربح هاني باش نعملهم فماش خير مني بكل بربي اللي ما يعرفش تشيلسي من حبه دبي نقولوا عليه فين جات تشيلسي بالضبط تشيلسي راهي في لندن في قلب الكره نحكيوا يا حاج على المقابله مو يعرف اغلات غوارديولا تكتيكمو في ماذا تفوق مدرب تشيلسي على مدرب المان ما شفت كيفاش تخال تشيلسي على اليمين فما ريستوران ودرب لندن خلي يعرفوا تشيلسي راهي في لندن قلب لندن اغلى شنو ما عندي تبارك الله عليك خاطر تعرف العالم تشيلسي راهو من اغلى اماكن موجوده في لندن واضح هذا وفينا منه بربي حسامحني ما تولش البطاقه ما تولش البطاقه اعطينا تكتيكمون كيفاش تفاول لا ما نحكيش انا في حاجات ما نفهمهاش تكتيكمون انا وليت بيب غوارديولا ولا تخال بيب غوارديولا تخال غدرو يا ولدي ما يعرفوش مش كيما زيدان والاخر من هنا ومن هنا لا انت ما تعرفنيش جيت نلعب معاك كيما سبانكس مع كلاي اول ماتش اللي لعبوا كلاي ما يعرفوش بالكدا طاف ضرب هيا قلقت حاجه هيا كمل شنو ميمه يا حاج يا ربي من هيا كمل البطاقة حاجي واحد بشاي تشيلسي ربح هكا مبروك عليهم مبروك عليهم تبقى عليهم بس اليوم بالصبر والله نحمد ربي سبحانه وتعالى اللي انا معك انت ربي فضلك في برنامج ربي فضلك يا بالنسبة خلينا نحكيو على الشامبيونز ليج نحكيو على النهائي مان سيتي تشيلسي 1-0 نتيجة مفاجئة ولكن اللي تبع يعرف انه هذا ثالث فوز لتشيلسي على مان سيتي في موسم واحد مدرب تشيلسي هو سابقا مدرب البي اس جي الحاصل على اوروبا ليج هو سابقا مدرب البي اس جي تياغو سيلفا هو سابقا الكابتن في البي اس جي ومدافع في البي اس جي ما نعرفش فاجئك ساعه فوز الفوز نتاع تشيلسي ولا لا فاجئك ولا استنيت الوحيده اللي تكهن للامانه بلاتو تونس الكل سمعت خالد حسني قالوا تشيلسي باش تهزها الوحيد الذي تكهن به الكابتن تحيوه كانوا في الاستماع الكابتن خالد تصورت مان سيتي ما تضيعش الفرصه هذه ولكن ضيعتها لكن تشيلسي ما وصلش الفينال بالصدفه اولا وعنده انترنال عطاها طابع قوي ياسر ونعتبر اليوم عنده اقوى وسط ميدان في العالم اللي هو كونتي نقولي كونتي عمل ماتش اكسبسيونيل معناه فريمون اكسبسيونيل هذا ملاعب يلزم اللي هو قصه وحده هو قصه وحده معناه جاي من الدرجات السفلى هذا يدير عنده انكدوت كيفاش هو خاطر يصوم رمضان كيفاش كان يصوم رمضان وما يقول لهمش ما يقول حتى حد كي تشوفوا طوله قدنا هكا لا عنده لا انستغرام لا حتى شيء ديما ام في بي نتاع الماتشات الكل ثم انه تشيلسي زاد تاكدوا انه راهو مناصر فمش قاعده معناه طردوا لونترينور طردوا فرانك لامبارد في وسط سيزون جابوا توخيل اللي في الاخر نجح لما يونيز خذيت غوارديولا يلوموا عليه فلسف غوارديولا في النهايه فلسف في حاجه هو بون تو بيان سور سي في تبديل انه حد غوندوغان اللي هو نورمالمون 8 ريلاير يلعب قريب المهاجمين حطوا كيما نقولوا احنا الكلمه اللي ولات مشهوره سنتينيل
ديما غوارديولا في الماتشات الكبار يحب يعمل هكا تخريجه. المره هذه مشيتش معاه ولقى روحه امام فريق منظم ياسر، كان زاد مباراه الوداع نتاع لاعب كبير ياسر وليو اغويرو اللي صنع تاريخ مانشستر سيتي، حب يربح ما كان الزهر معاه. اما تشيلسي كون تيكيب اكسبسيونيل، حكايه اخرى الغارديان نتاعهم مندي نتاع رين عميل تيلي يلعب ديفيزيون 3 كان بعيد الراجل ولا شامبيون دوروب، معناها فريمون شكله حاجه برشا حكايات مزيانه في في النهائي هذايا. غاضني رياض محرز لما انا حبيت والكره الاخرى نتاع محرز باليمين، حتى ترى من بابلي ساره باليمين ما عملش مشكل شويه البعض ما عملش تكتيك ما، والوقفه نتاع تشيلسي ما خليت حتى جوار يعمل ماتش كبير بالنسبه للمان سيتي. نحب نقرا شويه شنو قال تياغو سيلفا بعد الماتش طولة، قال سي لو مومون دافوار دو لا ريكونيسونس بور تو سكو باري ا في بور موا، جيسبر كو سو مومون اريفرا اوسي بور لو بي اس جي. ا شاك فوا كو بي اس جي سو فيزي اليميني ان ليغ دي شامبيون يل فالي تروفي ان كوبابل. Et c'était souvent moi, c'est dommage, message. Parce que j'ai tout fait pour cette équipe, j'ai tout donné. Malheureusement, je n'ai pas réussi à ramener cette coupe au PSG. J'espère pour eux qu'ils remporteront la Ligue des Champions. Je resterai toujours rouge et bleu. Thiago Silva, bonjour, je suis très bien au PSG. ولكن قدهمش كلاس كي قريت التصريح نتاعه وقلت قدهمش في عالم واحنا في عالم كان احنا راه عملك لاندوي ماست راهو هاكا ترتوني هاني وديع وديع محلى كورتهم ومحليهم الكل هو في زرارق مضخمه برشا معناتها في كله بضخمه كله بضخمه. اما انا في الاخر انا نقول لك جو ريستوري توجور روج اي بلو ميشيل يلعب في تشيلسي اي معناتها في كمان ميساج يقول لك راهو حتى لا ريوسيت اللي عملتها اليوم كنت نجم نعملها في بي اس جي مالوريزمون يمكن الظروف والوضع مش زاد كمان. انا مانيش انترونور فاش اليوم انا لا بروفانيم شي سيتي توجور سيتي توجور مو وي رفيق حاجه لا حسن سامحني الاخبار مازال كهبط خاطر زين الدين زيدان هبط رساله مفتوحه في جريده اس اللي هي اقوى جريده رياضيه يتهم فيها فلورنتينو بيريز وريال مدريد طلت ثقه حاجه تو كي هبطت بدات ترجع ما عنديش فكره نرجع عليها غدو كان اول مره تصير في الريال انه انهينا مع التشامبيونز ليج. غوارديولا يفشل في الفوز مع المان سيتي، اغويرو يغادر دون الحصول، الاف المليارات دفعت من المان سيتي اكثر برشا من بي جي على اللقب هذا، والاف المليارات صرفهم غوارديولا في لي ريكروتمون، ولكن الكره ما حبتش المان سيتي وحبت فريق اسمه تشيلسي. اكثر عبد فرحان هما جماهير تشيلسي، رئيس تشيلسي رومان ابراموفيتش اللي بعد برشا على الاضواء واللي كل ما يعمل تيزو ما يصرفش برشا فلوس هي تشامبيونز ليغ. ذكر مع دي ماتيو دون لو تون تشيلسي مش كفريق العملاق ولا جي اونترنور هكا يهز محليها اخويا تشامبيونز ليغ قوس برك. انا شخصيا الماتش ماتش باهي تعدى عموما، اما محليها اللحظات نتاع للملاعبيه قدام الببليك والببليك يبكي والتيفو نتاع جمهور تشيلسي راهي الكوره بليس جمهور ما تجيش ما تجيش على غلط. نسكروا قوس الشامبيونز ليغ ونمشيو نحكيو في تونس، نمشيو مع سونيا الدهماني احسن ملاعب فيها بربي سامحني نحب نذكر تفضل ميسي اش خص عليه مش مشكله. تشيلسي هو سيتانيكوسي هو بيتر اوزغوت وانا على ذاك نحب تشيلسي لانه كان عندها ملاعب كبير اسمه بيتر اوزغوت. نعود بعد الفاصل نكملوا معاكم البطاقه قريبة عجيبة جينا من كيف البطاقة حمراء تفاصيلها. طفلة تردت من الليسي، ما عليش خبر عادي هو طفلة ولا طفل يتردد من الليسي، ما كي نعرفوا الحيثيات يولي الأخبار يستحق باش نحكيوا عليه في الكارتون دو جوغ. فعلا تم طرد التلميذة بالسنة الرابعة يظلي ولي واسمع هكا بكالوريا السنة من معهد الكيف، واللي وقع تداوله في وقت من الأوقات على شبكات التواصل الاجتماعي أن التلميذة هذه وقع طرد على خاطر سمعت الكلام لمدير المعهد وكان نوع من الحملة ضد هذه التلميذة. يتضح أن التلميذة هذه كانت تقدمت بشكاية ضد مدير المعهد من أجل التحرش. الشكاية هذه وقع حفظها لعدم وجود جريمة، نعرفوا اللي في قضايا التحرش صعيب برشا الإثبات لأنهم بصفة عامة يسيروا في مكاتب أو غرف مغلقة. أنا اللي نحييه في البنية هذه اللي هي بنية صغيرة معناها تعدي بكالوريا أني كانت عندها الجرأة أني تتوجه بشكاية لدى الفرقة المختصة في قضايا العنف ضد المرأة والطفل، شكاية رسمية مشيت وشكيت. تحفظت الشكاية
تجري 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 الوزارة فيسع فيسع لتأمل المجلس وطردوها من المعهد وبتوصية بتوصية من مدير المعهد اللي هو طرف في الحكاية طلب أن تطرد من جميع المعاهد. ميزنا نقضي عليها جملة واحدة تجرأت تجرأت صحيح ولا مش صحيح؟ شو هذه النقطة فسر هذه ما معنى الطلب يخيو على كيف هو توصية منه توصية بما أنه معني توصية منه وقت تعديت قدام مجلس التربية مجلس التأديب اطلب أني تطرد من جميع المعاهد. معناها ما كفيهش أني تطرد في في سنة في في السنة السابعة وهي باش وهي باش تعدي البكالوريا بيانتو لا يزمو يقضي على مستقبلها جملة واحدة وتم طردها المفيد وتم طردها المندوبية الجهوية بالكيف هبطت توضيح قالت حرصا على إنارة الرأي العام اتسيتغا اتسيتغا تقول أن الشكية تحفظت وتقول أنه المدير طلب طردها من جميع المعاهد وهي التوصية هذه وقالت هكا وصلناها للوزارة حفاظا حفاظا على مصالح البنية هذه باش ينظروا في أمرها. أنا جو تخوف كو سي تري غراف. شنو المساج اللي عديناه؟ المساج اللي عديناه كل بنية اليوم يتحرش بها أستاذ وتعرفوا الوضعية وقت اللي يبدأ عنده الصندان عليها يبدأ كيما مهيمن عليها كيما أستاذ كيما. عرف في خدمة أستاذ في في في, في مدرسة يكون منها في العائلة أكبر منها يكون منها هو عنده السيطرة ينجم يكون عنده سيطرة عليها مش نحكيه على عباد الند الند دوز أدولت ليبرمون كونسنتان متاع ما نفهموهاش تبزنيسة ولا تحرش تبدأ واضحة وقت اللي يبدأ عبد أكبر وعنده سيطرة تبدأ واضحة. اليوم المساج اللي عديناه بالقهضية هذية خطير وخطير جدا على خطر كل بنية تخمم أني باش توصل معلومة اللي باش تشكي باش تولي تقولك فك علي هذا من ناحية من ناحية أخرى من الناحية القضائية راهو كوني تحفظت الشكاية ما هيش حاجة نهائية لخطر حتى وقت تتحفظ الشكاية بإمكانية الشاكي أو الشاكية أنه يتقدم على المسؤولية الشخصية ويتفتح تحقيق مش نيابة مغادي تاشنو معناها تفتح تحقيق معناها حاكم تحقيق باش يستدعى الأطراف الكل باش يسمع الشهادات باش يسمع الشاكية باش يسمع مشتكي به باش يعمل لهم مكافحة النيابة تغزر الشكاية بالحفظ مش كيف كيف. دونك كونه اتخذ قرار إحالتها على مجلس التأديب هو أصلا قرار مبكر على خاطر كان بإمكانها وأنا نداء نعمله لزملائي أو زميلاتي في الكيف أنهم يتبنوا البنية هذه خاطر ما كانش عندها محامي ليتهضم حقها ويضيع مستقبلها في معنى أنتم مربين راكم مربين الوزارة بالمدير بالأساتذة مربين قبل كل شيء أعطيها فرصة أني تكمل قرايتها مش تحشها وتطلب أني تطرد من جميع المعاهد سي تري تري غاف والله معناها مهما كان اللي عملته الطفلة نمشي معك في أسوأ الحالات يا سيدي كذبت عليه أنها تكذب وتتبلى ونمشي معك أنها شيطان رجيم والله العظيم أنا في يصعب علي أني نكون سبب باش نطرد عبد من جميع المعاهد ما يخون طردوا من الليسي متاعي أوكي ما عادش حاب نروجه ولكن أني نحيله الإمكانية أنه يكمل يقرأ ويولي عنده مستقبل نمحقه نجم أدوليسانت هي كمان ما زلت أدوليسانت هي غالطة معناه باش تراجع روحها باش تصلح روحها باش تمشي لسي آخر تقرأ حلم متاع عائلة متاع بو كبر متاع أم ربيت متاع كذا سيد المدير يطلب أنها تطرد من جميع المعاهد ويتم تنفيذ الرغبة متاعه من المجلس اللي ينعقد اللي فيه أساتذة بيان سور اللي فيه مربين اللي فيه وشو ما هما الأساتذة هما الأساتذة من نفس المعهد معناها منه فيها عرفت زيتو يقلي نفس الأساتذة والمدير والدنيا الكل والناس مجتمعة وسيق أقضى وعليها وحكم عليها بالقعدة. أتمنى أنه فما محامي ولا زوز يتبنى البنية ذي وأتمنى أن الوزارة تدخل على الخط مجمش يكون فما منطقة أنا مراد بيناتنا قضية ومن بعد مراد بحكم سلطه عليه يدخل ويقول هاو كيفاش تحكموا عليه في البقعه اللي نخدموا فيها احنا ما تجيش مش المشكل الوحيد يا سونيا اللي ما فهميش مسار قضائي باش يدخل المحامي هذا مسار إداري هاي قلت لك تنجم ليه هي تنجم تقوم على المسؤولية الشخصية ويتفتح تحقيق ويتفتح تحقيق وشما ثم إداريا نطلب تعليق القرار هذا حتى لين يبط القضاء فيها على الأقل على الأقل حنا بعد المجبري والانذمام الحدث للمنتخب الوطني التونسي كونفيرونس دو بريس عملاقة شفناها مع مسؤولية الجامعة على رأسهم رئيس الجامعة وديع الجري تفاصيل نصر.
والله البارح لحداش شفنا تصويره مزيانه مناش متعودين بها، شفنا تصويره احتفال، نقولوا احتفال ولا انضمام، زوج ملاعبيه كانوا ينشطوا واحد في البطوله الفرنسيه وحنا باع المجبري، وعمر الرقيق اللي كان زاد كيف كيف يلعب في البطوله الهولنديه وكانت عنده من الجنسيه الهولنديه والفرنسويه، اليوم تم انتدابهم بصفه رسميه للمنتخب الوطني. انا اللي في هذا الكل شدني الحق كيفاش استقبلنا الناس هذوما، الطريقه اللي استقبلنا بهم، التصويره المزيانه اللي بالحق اعطيناها على تونس وعلى الجامعه التونسيه لكره قدم، على خاطر برشا ناس قالت وكاني بي الجامعه تسوق في تصويره نتاع وادي الجري. بالله يزيونا من التفاهات، وقت اللي نعملوا حاجه مزيانه خلينا نقولوا مزيانه، مش يزيونا من وادي الجري وفلان وفلتان. اليوم ينجم يجي اي انسان اخر غدوه بعد وادي الجري كي يعمل حاجه خير من وادي الجري تنقولوا، ما نقعدوش كل مره نتزايدوا على بعضنا في الكلام الزايد والنقص. لكن الحق نتاع ربي الحضور البارح كان مكثف للناس الكل، وزاد الحاجه اللي باهي عملتها الجامعه التونسيه لكره القدم، استدعت برشا من الاعلاميين وبرشا من لاعبيه قدم وبرشا من لاعبيه معناتها كانوا ينتميوا للمنتخب الوطني، عطاو تسويق مزيان لزوج ملاعبيه. والكلام اللي قالوه الملاعبيه هذوما بحضور لي بارون تاعهم انه كانوا انتمائهم للمنتخب الوطني كان تلقائي، كان في حب للوطن، كان في ان بروجي سبورتيف اللي هو تخدم عليه برشا، راه مش حاجه سهله. انا بالمناسبه هذه زاد حبيت نشكر ونحيي الناس اللي كانت سبب راه اليوم باش تقنع ملاعبي انه باش ينضم للفريق الفرنساوي ولا باش ينضم للفريق الهولندي يجيبوا لتونس مش حاجه سهله، يلزم برشا نيغوسياسيون وبرشا مشيان وبرشا جايين وبرشا حضور. سليم بن عثمان اللي يخدم في خدمه مزيانه برشا الولاد هذا في وضعيه حنا بعد معناها بين الاوروب الكل باش تتحلك تلعب في مانشستر، تقول من غدوه هكا تمشي معك شويه الكوره في مانشستر تولي تسوى مئات المليارات واختار المنتخب التونسي. انا حبيت نقول زاد على سليم بن عثمان اللي يمكن الناس وقت اللي تحتم الاول الناس برشا عليه نقد وبرشا ناس قالت الراجل المناسب مش في المكان المناسب، يا سيدي هاو بالوقت ظهر الراجل المناسب في المكان المكان المناسب. زاد فما حاجه اخرى مهمه برشا، حسين جنايح كان قال اللي فما مع تتكامل بينه وبين سليم بن عثمان، هذا اللي خلي معناتها اليوم نجاح البروجي سبورتيف اللي قاعد يصير في المكتب الجامعي. كانت حاجه جرانديوز. لا من ناحيه من ناحيه الماركتينغ والصوره الحق ونافرونسيان وحاجه مهمه خاطر اللاعب هذايا خذا قرار ماهوش سهل بومزيل زيرو. عمر زوز ملاعبيه ما نظلموش الاخرين. عمر الرقيق. عمر الرقيق. معاه في حنا باع المجبي يلعب في يونايتد دونك في يونايتد الامل كله معلق عليه 18 سنه ونص تو عنده شويه ضغط زاد عليه خاطر لازم يثبت القيمه نتاعو. اما نعتبر وانه صوره حلوه كي توري وانه تونس قادره باش تفرح باولادها، وراو كي تجي نعملوا عليك اوتور دو توا تنجم تخليك الخدمه مع ملاعبيه اخرين ونفسانيا نفسانيا تخل من الباب الكبير، ما تخلش من ما تعرفش كيفاش وجا في ستاج وما شافوا حد وفي اوتيل وما لعبش وما تخل من الباب الكبير. عرفوا الجمهور حسوا انه البلاد فرحانه به، حسوا انه الهيكل اللي نظم المنتخب اللي باش يخدم معاه هو في المستقبل فرحان به، دونك دخل من الباب الكبير. توا بقى لغه الميدان اللي هي الاهم. انا نقول حاجه بركه اللي قالوا ناصر معادي ما نضيف عليه، حاجه بركه واحده واحده معاه راه الطفل هذا مازال ما عمروش حتى 19 سنه وماهوش مبابي، مبابي 2018 تيتولير عمره 18 سنه هاسكوب دي مون، دونك واحده واحده نخليوه يكبر باش يخلط اماتوريتي حسب رايي المتواضع منا عام عامين ثلاثه ما نردوهوش كي يلعب الماتش اول باس غالطه وش فيه ولا احنا مختصين فيه ولا باش ياخذ كره من السونتر يدري بالليكيب الكل ماهوش ستيلو معناه بتكون بوتنسيال موجود ملاعبي وجوده في المانشستر ما ينجمش دليل انه تحرك الناس تعرف اش تعمل عنده في ساقيه شفنا الفيديوهات نتاعو ان شاء الله اليوم يكونفيرمي يعمل اونتان تاع سيزون باهي مع مانشستر يونايتد ويكون ملاعبي يعطي اضافه كبيره للمنتخب من حبل النبع للمجبري نمشيو للحنبع القناه حنبع للقفه حنبع في حومتنا حنا بعد في حومتنا افكتيفمون. انا انسان نحب الشكر، نحب اللي يخدم خدمه نقولوا له يعطيك الصحه برافو شكرا على الايفور اللي قاعد تعمل فيه،
والكلام هذا يستحقوه مريم بن عمو وهيلة الذوادي اللي شفناهم مع تيلة شهر رمضان في برنامج القفة، خدموا خدمة كبيرة، مشيوا المناطق معناها معزولة تماما في جبولات في ريف في الخلاء ولقاو وضعيات يمكن تحزن القلب، وشفنا حاجات يمكن احنا ما كناش نتخيلوا اللي في تونس موجود هذا، وفما ناس تعيش بالوضعية الصعيبة هذه. البرنامج تواصل، البرنامج موقفش في رمضان، مازال حتى موجود لليوم، يقعد يتعرض على قناة حنا بعل، ومازالت هيلة الذوادي ومريم بن عمو يخدموا ويعملوا في مجهود ويدوروا ويلوجوا على العائلات المستحقة ويعاونوا الناس اللي مستحقين. انا نحب نقول لهم شكرا على المجهود اللي قاعدين يعملوا فيه، شكرا على القيمه الانسانيه اللي قاعدين يوريو فيها للتوانسه، مازالوا حنين للتوانسه اليوم، مازالت قلوبهم كبيره، قاعدين يوريو صحيح وضعيه صعيبه، صحيح كي تتفرج قلبك يوجعك، مي او ميم طون تحس اللي فما توانسه اللي ما همش انانيين، ما يخموش كان في رواحهم، يحبوا يعاونوا، يحبوا يعطيو، يحبوا يخرجوا الناس من الازمات اللي هما عايشين فيهم. شكرا على كل فرحة دخلتوها في العائلات، شكرا اللي انتم اعطيتوا الامل للناس يمكن في وقت ما فقدوا الامل، كملوا واصلوا، والبرامج كيما النوعية هذية تفرحنا وتحزننا وتخلينا تعطينا الدرس اليوم ناخذوه اللي راهو احنا قاعدين عايشين في نعمة وغيرنا قاعد يعيش يمكن خلينا نقول بين قوسين تحت صفر. هو نوعية البرامج هذي الصادمة، برامج صادمة تشوف تصور تقول هذو عايشين في تونس، كيما تحقيقات تصير في بعض البرامج تقول هذوما الناس عايشين في تونس، احنا عندنا مشاكل، سياسيين يعرفوا العباد هذوما، سياسيين يسمعوا بالعباد هذوما، سياسيين اللي قاعدين يخدموا في البلاد عارفين انهم باش يجي نهار ربي يسالهم على الناس هذوما اللي عايشين، اللي ساعات رب ابسط هكا بربع تصحاحه نتاع مسؤول ولا والي ولا معتمد نجم حياه الناس هذيك تتبدل من نوعيه البرامج اللي تكشف اللي تعري، خليني نقول تعري الواقع الخايب نتاع بعض التوانسه، وتعري وتخلي وتوري الجانب الباهي نتاع التوانسه اللي يعاونوا ويوريوا ويعطيه ويعاون اخواتهم التوانسه. تحيه للثنائي اللي اثث البرنامج هذا، ومعلش ما يتوصلش في وسط العام، فماش شهر اخر يرجع فيه هو ليه متواصل شو قعد حتى السيزون كامله معناها يا اخي ما سمعتش البطاقه بربي من الاول ما سمعتش هو تعرض في رمضان اليوم مازال متواصل في قناه حنبال، يعني مازالوا مكملين يدوروا ويشوفوا قاعدين يعملوا في حلقات ناجحه ومش ساهل، راهو بالحق يتعبوا في تعب كبير خاطر يمشيوا لبلايص بعاد برشا، ومريم وهي اللي قاعدين والليكيب الكل اللي تخدم معاهم من مصور من تقنيين يخدموا في خدمه كبيره، يعطيهم الصحه. يلا مراد باش نتعسف عليك، غدوه المره الثانيه لا محل، مره الثانيه نتاع رواندا غدوه من انا مره الثالثه تعسف عليا. شنو عندك انت؟ عندي 20 ثانيه. لا لا انا بطاقتي نتاع دقيقه ونص، والله مش معقول. يا تنظم وقتك. شنو هو العنوان؟ العنوان العازف الى اين؟ العازف الى اين؟ شنو هذا؟ على بالحق رفيق اللي عارف على الفنانين العازف رفيق 20 ثانيه. بدايه المغامره تاع اونس جابر في رولان جاروس تي دو سيري نيميرو 25 هي نمره لعبه رقم 26 في العالم، اول مره لعبه تونسيه عربيه افريقيه مسلمه ساعه دورها منين تحب تكون تي دو سيري. دونك ان شاء الله بدايه المغامره ان شاء الله. شكرا لكامل الفريق، ميرسي مراد، ميرسي سونيا ناصر، السندريلا لبرن، زياد خليل في الاخراج، وسيرين في الاعداد، ميرسي بوكو قسم الديجيتال. كانت هذه حلقتنا لليوم من رفماك، غدوه ان شاء الله حلقه جديده موعد اخر من ماتينال على اي اف ام. نسلم عليكم برشا، ربي يعطيكم ما تتمناوا، بدايه اسبوع موفقه للجميع، ربي يفضل الامهات الكل تاج على ريوسنا ان شاء الله، وربي يرحم الامهات اللي توفاو. نسلم عليكم، نهاركم زين، بداية أسبوع موافقة، باي باي، تشاو تشاو.